ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد البروغرام جديد في لايكا تي اي 06 بلس، وهو كيفاش ناخذ واحد لالتيتيد اللي يكون عالي، يعني واحد العلو اللي يكون بعيد علينا، بحال مثلا هاد لا شاربون بغينا نعرفوا النيفو ديالها ولا لا ديستانس او الفيرتيكال اللي كاين ما بين الارض وهذيك لا شاربون فين دايزه. يعني انا غادي نشوف الطريقه كيفاش. اول مره غادي نديرو، بعدا غادي ندير واحد لا فيريفيكاسيون ديال شي حاجه اللي كون احنا ديجا عارفينها، مثلا هاد الفوال اللي كتشوفوا في هاد البودر، احنا عارفين النيفو ديالو الفوق وعارفين شحال ديال الفرق بينه وبين هاد الدلاج اللي لتحت، نفيريفيو به هو الاول عاد ندوزو نشوفو لا شاربون الفوق. سير رضوان سير، ندخل البروغرام. اذا الطريقه انتما غتشوفوا معنا، هادي هي الانترفاس ديال لاباراي، دير بروغرام اونتري، ملي كتدخل البروغرام هكا كتعطيك، هادي هي الانترفاس اللي معروفه، دير باج رضوان، كليكي باج، كتكليكي سير باج هنا وكتلقى التيتيد ان اكسيسيبل، هي هادي اللي كتشوف فيها هنا، هي هادي هاد لوبسيون هادي، وكدير اونتري كونتيني، وكتاخذ لو بوان من التحت وكدير ال. سير رضوان فيزي الهيل تحت فوق الدلاج ودير ال، فوالا هو دابا غادي فيزي لنا لتحت في الدلاج من التحت وغادي كليكي على ال. خذ هاد البودر هذا هو هذا، لا مشيتي لهذا، خذ هذا اللي مقاد، خذ هذا الاخر اللي مقاد معاه، فوالا. بعد ما كتفيزي البلاصه اللي غادي تاخذ فيها البوان من التحت كدير ال بحال هكا، هي اوتوماتيك مورا كتعطيك هنا لالتيتود او لاكوت ديال التحت. حنا عندنا لاكوت هي 61.75، نورمال مو خاصها تكون 61.75، هادي هي الريال 61.733، وكتعطيك هنا الدلتا زاد ديال لا فيرتيكاليتي هو زيرو. ودابا كطلع كتفيزي البوان الفوقانيه، سير رضوان فيزي البودر من الفوق، دابا غادي ياخذ لينا البودر من الفوق. خليهاش تشوف في ليسباس فيد، خليها واحد السنتيم الفوق باش تضرب لك في البيطون باش تعطيك. بون بعد ما كنشوفوا البلاصه اللي غادي ناخذوا فيها لاتيتود ان اكسيسيبل، كندير اف 3 كونتيني، فوالا دير كونتيني. فاش كدير كونتيني كتعطيك لاكوت ديال الفوق، حنا لاكوت ديال الفوق عندنا هي 67.25، حنا خلينا تخلينا واحد السنتيم من الفوق، فوالا هي عطاتك 67.5، نورمال خاصها تكون 25 هنا سنتيم، ولكن راه ما طالعاش خاصها تزيد طلع شويه. وبيناتهم شحال كاين رضوان بين تحت والفوق؟ 5 متر و50، كاينه 5 متر و50، هنا عطيك 5 متر و50 سنتيم و6 المليم. حنا دابا خدامين بلايزر، ولكن الا ما عندكش فين تشد من التحت خاصك تخدم بلاكان، غنديرو دابا الطريقه ديال لاكان. سير ياسين عطينا لتحت بلاكان، دابا غادي ناخذو لاكان، ناخذو بوان من التحت وبوان في لاشار بوند الفوق. دير 40 فلاكان ولا دير غير 10 كاع. هنا ملي تبغي تعاود دير اونتر، بغا لي مثلا بغيت تشوف بوان واحده اخرى كتفيزيها وكدير كونتيني بحال هكا، ولا لا بغيتي تسالي ودوز لبوان اخرى كدير فان، فوالا. لا دير سميتو، بلاتي نحيدو ليزر حيت كنت انا داير ليزر، بلاتي نحيد ليزر، دير 40 دير 10 في لاوتو، صافي سير دير بروغرام، صافي راه هي هاديك تدخل ليها كونتيني. سير فيزي ياسين، دابا حنا غادي ناخدو نفس البوان اللي خدينا بليزر غادي نعاودو ناخدوها بالبريزم. فوالا هنا كتعطيك 10 سنتيم زايده في الزاد، ولا الطور فيه 10 كتبازا عليه وكتطلع.
سير دابا فيزي البوا الفوق في الفوال نفيريفيو بعدا لو بوا اللي فيريفينا قبيله بلايزر عاد نشوفوا لا شاربون الفوق. دابا غادي ناخذوا البودر من الفوق يعني خصنا نلقاو تما 5 متر و50 في لاوتور ولقاو 67.25 في دير كونتيني فوالا نورمالمون خصها تكون 67.25 هنا عندنا 5 متر و50 67.25 اللي خصها تكون عندنا هنا يعني الريال راه ديما في البيطون تتكون ديك سنتيم سنتيم ونص ديال ليرور ماشي مشكل. طلع دابا سير لا شاربونت الفوق حاول تفيزي لا شاربونت الفوق وما تفيزيش في ليسباس في صافي يا سينا جاي بحالك ارى الكاسكا سير ملي تفيزي لا شاربونت دير كونتيني اف 3 فوالا دابا كدير كونتيني كتفيزي البوا الثاني اللي بغيت تاخذ كدير كونتيني فوالا كتعطيك لا هوتور كما كتشوفوا ها هي 12 متر و 87 لا ماشي 12 متر 8 متر و 47 هذه هي الدلتا الزاد يعني لا هوتور فيرتيكال وهنا لاكوت 70.19 اونص هذه هي لاكوت لتحت وهذه هي ديستانس فيرتيكاليتي اللي عندنا. اذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم كيفاش كنخدموا التيتيد ان اكسيسيبل. غادي نقول لكم السلام عليكم الدرس مقبل ان شاء الله وما تنسوش تفعلوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.